أقير ويدك بي مما يحل بنا يا طول أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم عبد الله في شرح برنامج سوني فيجاس برو 8. عندنا اليوم الدرس التاسع اللي هو عمل أكثر من شاشة في شاشة واحدة. اليوم تطبيقنا راح يكون على 4 شاشات، الكلام ينطبق على صور زائدا فيديو. اللي راح نسويه كما تعلمنا في الدرس السابق اللي هو الضغط على الأيقونة هذه فيند بانك روب، نفتح بعد الشاشة، نسحب الصورة في المكان اللي احنا حابين وليكون فوق اليمين. نطبق على الصورة الثانية، في الزاوية المقابلة فوق اليسار. الصورة الثالثة والرابعة نفس الكلام. طيب هذه الرابعة، وعلى أساس تكون في شاشة عرض واحدة لازم تكون مطابقة في الوقت، وعشان تكون مطابقة في الوقت لازم تكون فوق بعض في تراكات. طيب كيف راح نضيف تراك جديد؟ اللي هو كليك يمين على التراك الأساسي ونزرت فيديو تراك، نضغط ثاني ثالث رابع، نسحب الصورة الثانية نحطها فوق الأولى، نسحب الثالثة ونسحب الرابعة. لاحظ الآن صارت عندك 4 شاشات في شاشة واحدة. طبعا مع كثرة التراكات راح تضيق عليك، ممكن انك توسعها عن طريق التايم لاين، تضغط هنا في الطرف تسحب لفوق راح توسع معك، طبعا راح تصغر الجهة المقابلة، او اذا حبيت تروح هنا عند الماينس وتضغط وراح تصغر معك تراكات على العدد اللي انت حاب يظهر معك. هذا بالنسبة لدرس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.